فإن شاء الله سترون بعد كثير من هذا التواصل أنه ربما 10 سنوات وأنتم ترونه طبيعي، سنة في قنوات الشيعة وشيعة في قنوات السنة، يعني ولكن يحتاج الناس إلى أن يطمئنوا لبعضهم وأن يسمعوا بعضهم وأن يحاججوا بعضهم. طبعا هذا شيء يطرد لكن لا بأس في هذا الأمر. إذن هذا الفئة التي قال الحسين ألا هذه كتبكم، هذه الفئة الخائنة، وهي تجمع بين النصب وعداوة الحسين قبل أن يكتبوا إليه وبعده، وهي فئة مرتبطة بالسلطة بالدرهم والدينار. بعد يصير حوار بين المذاهب أو لا يكون، يكون تقريب بين المذاهب أو لا يكون، لأنه أنت تنطلق من أصالة الفساد في عمل الصحابة، هو ده ينطلق من أصالة شنو؟ الصحفي أصلا في عمل الصحابة. ما أدري واضح ولا أعزاء؟ فإذا عزيزي أعزائي، واقعا لكي تدخل التاريخ وتريد أن ترتب عليه آثار عقائدية لابد أن تكون بقدر ما تستطيع ماذا؟ حيادي حتى ترتب عليه آثار عقائدية. هذه مضيفة ضرورة علم الأديان. واطمئنوا أنتوا إذا ما تصيرون حياديين إذا فهم التاريخ لا تستطيع أن تحكم أنه الحق مع فلان أو الحق مع ماذا؟ مع فلان. كيف تحكم وأنت ماذا؟ وأنت في الرتبة السابقة باني أن الحق مع من؟ مع أليف دون باء أو باء مع دون أليف، وأنت باني على أنه الصحابة كلهم شنو؟ ها؟ شنو الصحابة؟ كلهم منافقون إلا 3 أو 4 وكذا. إذن بعد يمكن له عندما تجد منه عملا بعد تصححه يمكن؟ ما يمكن عزيز، كيف يمكن؟ يصدر من منافق. بعبارة أخرى ذهنية المؤامرة، أنت عندما تقرأ كل أعمال الصحابة وسلوك الصحابة تقرأها أصالة الصحة لو أصالة الفساد؟ ها؟ ياهو؟ قل لي ياهو؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه أنت في الرتبة السابقة هذا بالنسبة لك واضحة، ما تحتاج إلى دليل من المسلمة حتى لو لم تلتفت. في المقابل هو عندما يتحرك ويريد يفهم صدر الإسلام يتحرك من منطق أصالة الصحة للصحابة لو أصالة الفساد، فلهذا بعد تقدرون تتحاورون أو لا تستطيعون. بعد يصير حوار بين المذاهب أو لا يكون، يكون تقريب بين المذاهب أو لا يكون، لأنه أنت تنطلق من أصالة الفساد في عمل الصحابة، هو ده ينطلق من أصالة شنو؟ الصحفي أصلا في عمل الصحابة. ما أدري واضح ولا أعزاء؟ فإذا عزيزي أعزائي، واقعا لكي تدخل التاريخ وتريد أن ترتب عليه آثار عقائدية لابد أن تكون بقدر ما تستطيع ماذا؟ حيادي حتى ترتب عليه آثار عقائدية. جيد.